السلام عليكم. المحاضرة الأولى بناء على طلب الجماهير اللي كانت راحت قعدت في مدرج غلط وفضلوا صابرين لمدة ساعة ونص، بسم الله ما شاء الله، من غير زهق ولا ملل ولا أي حاجة، لحد ما فهموا إن في وضع غلط يعني. ف ده تعويض ليهم إن شاء الله علشان إيه ما يبقاش فاتهم حاجة. إن شاء الله إحنا هنبدأ منهجنا السنة دي أورجانيك كيمستري. طيب ايه هي الاورجانيك كيمستري دي؟ سيمبلي اللي هي كيمستري بتاعه الكربون كومباوندز، اي مركبات تحتوي اساسا على الكربون والهيدروجين، هي دي كل ما يتعلق بالاورجانيك كيمستري. وطبعا زي ما حضرتك شايف ان الكائنات الحيه والبروتينز والدي ان ايه والاكل والادويه، كل الحاجات دي عباره عن اورجانيك كومباوندز. ده يخلينا نسال سؤال مهم جدا جدا جدا، اللي هو هيجي في دماغك كل شويه، هو انا ليه كصيدلي مطالب ان انا ادرس اورجانيك كيمستري؟ طبعا هو سؤال قد يبدو ليك ظاهريا ان هو سؤال منطقي، لكن لما افهمك دلوقتي هتعرف هو مش منطقي. بص كده للدواء ده، الدواء ده اللي هو اسمه كيتوفان، ده دواء مسكن مشهور جدا وتقريبا موجود في كل البيوت، وربنا ما يحرجناش جميعا يا رب لاي دواء. زي ما انت شايف الاستراكشر بتاع الماده الفعاله اللي موجوده في الكيتوفان، شايف كده حلقه بنزين اهي، مجموعه كربونيل، حلقه بنزين تانية، مجموعه كربوكسيل هنا سي او او اتش. الله، ده هي المجموعات اللي احنا بندرسها في الاورجانيك كيمستري. طب ما تيجي تشوف دواء تاني كده اللي هو الكتافلام، اخوه الكبير برضه لجأنا له كتير في المسكنات كوجع اسنان وكصداع وكآلام عامه في الجسم، حلقه بنزين، كلور، ان اتش، مجموعه امين، سي او او كي، بوتاسيوم سولت، ده برضه طلع اورجانيك كومباوند. طب تعالى كده، مركب زي ده اللي كان عامل ضجه من كذا سنه، اللي هو كان علاج الهيباتيتس سي اللي هو الالتهاب الكبدي الوبائي من نوع سي، اللي هو اسمه السوفالدي، المادة الفعالة بتاعته اسمها سوفوسبوفير، طبعا كان يعني عامل ضجة أول ما نزل. طب ما تبص كده الدواء اللي قلب الدنيا كده وقلب مصر كلها وساهم في إن بفضل ربنا ناس كتيرة قوي خفت من المرض، أو تقريبا المرض اختفى خلاص، كلها مجموعات إيه؟ سي اتش 3، سي اتش 3، ان اتش، ان اتش سي دبل بوند، ده كلها مجموعات اللي احنا اوريدي اللي هي اساس الكيمياء العضويه. طيب يبقى، طب بالنسبه ده كل ده للدواء. طب ما تيجي تشوف كده معايا الصوره دي، الصوره دي عباره عن ايه؟ ده كده اللي هو البروتين اللي موجود في الجسم، سواء كان انزيم او ريسبتور او الى اخره. هو الدواء بيشتغل ازاي في الجسم؟ هل الدواء ده بيبقى معاه خريطه مثلا، فبحيث ان خدت الكيتوفان ده لوجع الاسنان فهو ماشي على الخريطه لحد ما يوصل اسنان عشان يعمل التاثير؟ لا خالص، هو الدواء بيمتص وبيمشي في الدوره الدمويه بتاعه الجسم لحد لما يقابل التارجت المناسب ليه. طيب التارجت المناسب ليه ده بيبقى في حاجه اسمها البايندنج سايت. البايندنج سايت اللي هو عارف بالظبط زي الباب لما بيبقى فيه الكالون، فالحته بتاعه الكالون دي هي اللي بيدخل فيها المفتاح وليس غيرها، علشان المفتاح يدي اكشن، والاكشن اللي هيديه المفتاح في الحاله بتاعه الباب يا اما فتح يا اما قفل الباب. هنا نفس الفكره برضه، الانزيم او البروتين ده، ريسبتور، بروتين، اي حاجه، بيبقى جواه كده بايندنج سايت او بوكيت، بيعمل الدواء جواه بايندنج بالشكل اللي حضرتك شايفه بقى بالتكبير ده كده اللي على اليمين ده هو، ويبدا يعمل ارتباط بال احماض الامينيه الموجوده في الايه، في البوكت او البايندنج سايت ده. احماض امينيه دي جت منين؟ ما هو بروتين مكون من ايه؟ ما هو البروتين ده مكون من سلسله من الاحماض الامينيه، فيقوم جاي الدواء بتاعي عامل مجموعه من الروابط مع البايندنج سايت اللي موجود، مع الاحماض الامينيه اللي موجوده في البايندنج سايت دي. الروابط دي اهمها ويعني اقواها هو الهيدروجين بوند، اللي هي برضه ان شاء الله هتدرسها في الاورجانيك كيمستري. فما ينفعش بعد كل ده وكل وانت اصلا صيدلي يعني شغلتك الدواء،
فما ينفعش انت بعد كل ده تيجي تقول له احنا بندرس اورجانيك كيمستري دي. طيب هبتدي معاك من الذره، وعايزك يعني زي ما قلت لزمايلكم انا ببتدي معاك من تحت الصفر. شيل من دماغك فكره اصل انا ما درستش اورجانيك قبل كده، اصل انا ما درستش كيمياء، اصل انا امريكان، اصل انا ما اعرفش حاجه في الكيمياء، اصل انا ما بحبش الكيمياء. والله ما هتحتاج حاجه قبل كده، انا بحلف لك بالله. انا بادئها معاك من، بص شايف منين؟ من الاستراكشر بتاع الاتوم اهو، من الذره، بدءا من الذره. ما فيش حاجه يعني مش هينفع ابدا معاك باصغر من كده. فسيبك من الكلام اللي انت حافظه اللي مخك بيقعد يعني يديهولك كده مسكن ويبقى مبرر لعقلك الباطن علشان ايه؟ عشان ما تذاكرش، وعشان يبرر ان انت ازاي ما بتذاكرش الكيمياء العضويه، وعشان انت مش شاطر فيها. فانا هنبتديها واحده واحده. دي ذره زي ما انت شايف بيبقى فيها نيوكليس، فيها نواه. النواه دي بيبقى جواها نوعين من البارتكلز، نوعين من الجسيمات، النيوترونز المتعادله ونيوترونز زي نيوترال كده المتعادل، والحاجات الزرقاء دي اللي هي البوزيتيفلي تشارجد بارتكلز او اللي هي الجسيمات الموجبه اللي هي اسمها ايه؟ البروتونات. يبقى ده الاثنين دول موجودين في النواه. وحوالين النواه دي بيبقى فيه مدارات طاقه اللي هي اقصاها 7 مدارات للطاقه، بتدور فيها مين؟ بتدور فيها الجسيمات السالبه او النيجاتيف بارتكلز دي اللي هي الالكترونز. جميل قوي. طب بيهمني قوي لما ابص على الكلور ده الاقي فيه رقمين فوق، رقم فوق ورقم تحت. الرقم اللي فوق ده اللي هو بيقولوا عليه الاتوميك نمبر او العدد الذري، اللي هو يساوي ايه بقى ال 17 ده؟ اللي هو عدد البروتونز اللي موجوده في النواه، اللي هو بالتبعيه هيبقى مكافئ لعدد الالكترونات اللي بتدور حوالين النواه. وبما ان عدد الشحنات الموجبه يساوي عدد الشحنات السالبه، فعلشان كده النواه في الجراوند ستيت بتاعتها، ايه الجراوند ستيت دي؟ في حالة الاستقرار بتاعتها بتكون متعادلة. طيب أمال العدد التاني اللي تحت الكبير اللي هو اسمه الماس نمبر ده عبارة عن إيه بقى؟ ده مجموع أعداد البارتكلز اللي جوه النواة، اللي هم مجموع البروتونز والنيوترونز. يبقى إذن لما أنا آجي أبص على المثال ده اللي هو الكلور 1735، معناه إن الكلور ده فيه كام نيوترون، فيه كام بروتون آسف؟ فيه 17. طب فيه كام إلكترون؟ 17. طب في كام نيوترون بقى؟ لا استنى، ده ما ينفعش اجيبها كده دايركت. انا اقول الاول ان ال 35 ده هو مجموع النيوترونز والبروتونز. يبقى لو طرحت 35 ناقص 17 هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي 18 نيوترون، وهم دول اللي موجودين في ذره الكلور. طيب في مصطلح ثالث بقى اسمه ايزوتوبس، اللي هم بيبقوا نظائر. يعني ايه نظائر او ايزوتوبس؟ هو نفس العنصر ولكن في صورة تانية، في فيرجن تانية، من نسخة تانية منه، مختلفين في عدد النيوترونز فقط. ازاي يعني؟ زي ده كده الكلور 37 ده هو نظير للكلور ال 35 العادي اللي احنا عارفينه. طيب الكلور ال 37 ده هو 17 37، طب عد معايا كده، في كام الكترون؟ 17. طب في كام بروتون؟ 17. طب في كام نيوترون؟ اطرح 37 ناقص 17 يطلع 20 نيوترون. يبقى الاختلاف ان ده 18 لكن ده 20، وهو ده الاختلاف ما بين الايزوتوبس. طيب الاوربيتالز لو افتكرناها كده هي المدارات. الاوربيتالز دي بتبقى يعني المدارات اللي يعني بتسكن فيها الالكترونات حوالين النواه، هي مدارات وهميه. يعني ايه مدارات وهميه؟ يعني الاوربيتال ده هو الشكل اللي بيحصل لما الالكترون يكون موجود في الحته دي، في الليفل ده من الطاقه. لكن لو ما فيش الكترون فخلاص مش هيبقى في شكل. يعني احنا بنشبهها باوض فاضيه، لكنها في الحقيقه مش، هي مش اوض فاضيه، هي الاوضه بتتوجد اصلا لما يبقى في الكترون، لكن من غير الكترون خلاص ما فيش اوض. يعني هم انواع اس بي دي اف، وطبعا انت الكلام ده عدى عليك بس مش هنحتاجه برضو. انا عايزك بس تعرف الاس والبي اوربيتالز دول هنحتاج لهم كتير. ان الاس اوربيتال زي ما انت شايف كده بيبقى سفيريكال، والبي اوربيتال بيبقى دامبل شيب، بيبقى شكله مغزلي زي ما حضرتك شايفه كده. طيب التوزيع الالكتروني بتاع الذرات، انا اشهر 3 عناصر عندي اللي انا دايما هحتاج لهم وهتلاقيني دايما بتكلم فيهم، الكربون والنيتروجين والاكسجين.
ما فيش يعني حاجة بنحتاج لها في الأورجانيك كيمستري أكتر من الثلاثة إليمنتس دول. الكربون عدده الذري 6، الأتوميك نمبر 6، يبقى عنده كام إلكترون وكام بروتون؟ عنده 6 إلكترونز والستة بروتونز، تمام؟ نيتروجين وراه على طول في الجدول الدوري 7، والأكسجين وراهم ب8 إلكترونات. جميل. طب لو جينا نوزع الكربون كده، أنا عندي المستوى الأول الـ First Energy Level ده هو عبارة عن أوربيتال واحد فقط اللي هو 1s. المستوى الثاني بيبقى فيه نوعين من الأوض، نوع اسمه الـ S ونوع اسمه الـ P. الـ S هي كده كده بتبقى غرفة واحدة، لكن الـ P بيبقى 3 غرف موجودين متعامدين على بعض في المحاور الفراغية. أنت عندك في محور X أفقي، ومحور Y عمودي عليه، ومحور الزد اللي بيبقى جاي متعامد عليهم هما الاثنين بقى. فهم على بيبقى في 3 اوربيتالات بي بنفس الاتجاهات دول، فبيقولوا عليهم كده بي اكس وبي واي وبي زد نسبه الى اتجاهاتهم الفراغيه. طيب انا بملى الاوربيتالز دي حسب طاقتها الاول ازاي؟ يعني الاقل في الطاقه يملا وبعدين الاعلى في الطاقه وهكذا. طب اجي املى ال6 الكترونات بتوع الكربون دول هلاقي ايه؟ هلاقي املى الاول الكترونين في الوان اس، لان كل اوضه اخرها 2 سكان، الاوضه الواحده من دول هي الماكسيمم كباستي بتاعتها 2، فبالتالي احط الالكترونين هنا. طب ليه يا دكتور رسمناهم كده سهم لفوق والسهم لتحت؟ اولا انت لازم تبقى عارف ان السهم لفوق والسهم لتحت ده دول يعني الكترونين. طيب ايه حكايه ان سهم لفوق والسهم لتحت؟ بص يا سيدي، الالكترونات دي بتبقى جسيمات لها شحنه وبيحصل لها سبيننج، يعني بتلف حوالين نفسها زي النحله بتاعت زمان اللي كانوا العيال الصغيره بتلعب بيها دي. ماشي، بتلف حوالين نفسها، حاجه لها شحنه وبتلف، ينتج عنها ايه؟ مجال مغناطيسي. فلو الالكترونين نفس اتجاه الدوران، المجال المغناطيسي اللي هينتج عنهم هيبقى شبه بعض. يعني لو افترضنا شبهنا الالكترون ده بمغناطيس صغير كده، ف لو الالكترون ده بيلف كلوك وايز مثلا يعني، فهتلاقي ان المغناطيس ده الشمالي فوق والجنوبي تحت. ولو التاني نفس الالكترون التاني نفس اتجاه الدوران، هتلاقي برضه الشمالي فوق والجنوبي تحت. طب هما الاثنين ساكنين مع بعض في اوضه واحده، احنا مش عايزين ريبالجن يحصل بينهم، احنا مش عايزين تنافر يحصل بينهم. فبالتالي نحل الحكايه دي ازاي؟ التو الكترونز بيبقوا ليهم اوبوزيت سبيننج. التو الكترونز لما بيسكنوا مع بعض بيبقى ليهم اوبوزيت سبيننج، يعني ايه؟ اتجاهين دوران عكس بعض. فبالتالي علشان يوضحوا الحكايه دي يا سيدي بيقوموا عاملين سهم لفوق وسهم لتحت زي ما حضرتك شايف كده. طيب مالينا ال 1s، نيجي على الثاني بعد كده 2s، يشيل كام يا جماعه؟ يشيل 2. حلو قوي. طب انا كده 2 و2 4، وهو الكربون اصلا كله كام الكترون؟ 6. فاضل كام؟ 2. هل بقى هقوم جاي على ال3 اوض الفاضيين ربنا موسعها عليا اقوم انا جاي حاطط 2 هنا؟ لا مش هينفع، يملأوا فراده وبعدين لما يتملوا يعني احط واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. لو في الكترونات زياده بقى ارجع اعمل كابلنج للالكترونز، يعني اعمل ازدواج للالكترونات. فانا عندي 2 هحط واحد هنا وواحد هنا. جميل قوي. طب بالنسبه للنيتروجين اللي هو 7، مليت في ال1s 2 الكترون، ال2s 2 الكترون كمان، ادي 4، اتبقى كام من ال7؟ فاضل 3. 1 2 3، حطيت هنا الكترون وهنا الكترون وهنا الكترون. طب الاكسجين اللي 8، حطيت 2 في الاس 2 في 2 في ال1s اسف 2 في ال2s، اتبقى معايا من ال8 4، 1 2 3. لا طب ده خلاص، ده ال3 اوض خلصوا، اعمل ايه بقى؟ اطلع للليفل اللي بعد كده؟ لا، املى ده الاول. فيتميل ازاي بقى؟ ابدا اعمل ازدواج للالكترونات في الغرف دي، ابدا اعمل كابلنج ليهم، وبالتالي بقى عندي اوربيتال واحد في من البي في 2 الكترون. طب لو بصيت لي على النيتروجين وللاكسجين كده، وعايز ابص على كلمه اللي هي اسمها لون بير، مصطلح اللون بير ده ايه؟ مصطلح اللون بير ده يا سيدي، دول بيبقوا بير اوف الكترونز في اوربيتال في الاوتر موست شيل، وما هماش مشاركين في الروابط، يعني بيقول عليهم نون بوندنج الكترونز. نون بوندنج الكترونز يعني غير مشاركين في تكوين روابط. طيب هو انا لما اقول لك
إن الذرة فيها مستويين طاقة اللي هما 1 و 2، يبقى مستوى الطاقة الأخير ده اللي هو مين فيهم؟ رقم 2. طيب هنا في النيتروجين مستوى الطاقة الأخير اللي هو فين؟ رقم 2 اللي هو ده، كل ده على بعضه كده. طب وفي الأكسجين مستوى الطاقة الأخير مين؟ رقم 2 برضه اللي هو ده كله، ما هو ده 2 برضه، يعني هما دول أجزاء من الـ2. طيب أنا عايز أقول لك حاجة بيني وبينك كده، إن اللي يقدر يعمل روابط بتبقى هي الإلكترونات اللي ساكنة في أوض لوحدها. يعني الثلاث إلكترونات دول يقدروا يعملوا رابطة هنا. لكن دول لا، بوضعهم الحالي دول بيبقوا قاعدين نان بوندن، مش عايزين يرتبطوا بحد، خلاص هم مرتبطين ببعض كده، فبيقولوا عليهم نان بوندن إلكترونز، يبقى ده كده لون بير لذرة النيتروجين. تمام؟ طيب بالنسبة بقى للأكسجين، بص كده ادي عندك هنا لون بير اهو، وادي لون بير كمان اهو، اشمعنى؟ دول في مستوى الطاقة الخارجي اللي هو المستوى الثاني، والاتنين مكتفيين كده ببعض، خلاص مش عايزين حاجة من بره. امال الاكسجين يعمل كام رابطة؟ يعملها بالاتنين دول بس. وعلشان يعني ابسط لك الموضوع شوية، او عشان اسهل لك الموضوع لان انا هنحتاجه، انا عايزك تتخيل معايا كده ذرة الكربون. ذرة الكربون دي اللي احنا اتفقنا هي عندها 4 الكترونات في مستوى الطاقة الخارجي. 2 4، تقوم توزعهم ازاي؟ تحط واحد هنا واحد هنا واحد هنا وواحد هنا. ادي الـ4 الكترونات. يبقى كده الذرة دي تقدر تعمل كام رابطة؟ طالما النقط دي نقط سناجل في الـ4 اتجاهات، يبقى الذرة دي تقدر تعمل 4 روابط. طيب بص للنيتروجين، وهعمل لك تقل البتاع العلامة شوية. النيتروجين العدد الذري بتاعه 7، يعني 2 5، حلو، 5 الكترونات عايز اوزعهم. ادي واحد، ادي واحد اهو، ادي 2، ادي 3، ادي 4. عملت كام؟ 4 كده. طب اعمل ايه لسه في واحده كمان؟ اه حطها فوق هنا، ماشي. يبقى كده لو بصيت للنيتروجين ده يقدر يعمل كام رابطه؟ يعمل بده ويعمل بده ويعمل بده، لكن دول اللي هم اللون بير بتوع النيتروجين. طيب تعالى كده بص لي على الاكسجين بقى. الاكسجين المفروض ان عدده الذري 8، يعني 2 6. طب عايز اوزع 6 الكترونات، ادي 1 2 3 4. طب لسه في 5 6، ممكن مثلا احطهم هنا وهنا. حلو، يبقى الاكسجين ده عنده كام لون بير؟ عنده 2 لون بيرز اهم، وعنده يقدر يعمل رابطتين، بيعمل روابط بالسنجل بالالكترون السنجل، واللون بير بيبقى ايه؟ هو النقطتين اللي مشتركين مع بعض. طب ما تيجي نطبق الكلام ده بقى، مثلا لو انا عندي الكربون، تمام؟ والكربون ده موجب. هو موجب يعني ايه؟ يعني فقد الكترون، يعني مستوى الطاقة الخارجي بدل ما كان فيه 4 يبقى فيه كام؟ يبقى فيه 3. طيب هوزع الـ3 دول ازاي بقى يا سيدي؟ وزعهم كده، ادي 1 ادي 2 ادي 3، خلاص. يبقى يقدر يعمل كام رابطه؟ 3 روابط. طب عنده لون بير ولا لا؟ لا ما عندوش. طب النيتروجين لو بقى موجب، هو كان عنده 5، طب بقى عنده 4، ادي 1 2 3 4، يعمل كام رابطه؟ 4 روابط. عنده لون بير؟ لا ما عندوش. طب الاكسجين، الاكسجين كان المفروض عنده 6 الكترونات في مستوى الطاقه الخارجي، اشيل منهم واحد، لان انا بتكلم لو شحنه موجبه، لو اتحولت الذره دي لايون موجب، لما اشيل واحد يتبقى كام من الـ6؟ يتبقى 5. طيب ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 وادي 5 كمان. يبقى يقدر الاكسجين الموجب ده يعمل كام رابطه؟ يعمل 1 2 3. وعنده كام لون بير؟ عنده لون بير واحد بس. تمام، طبق الكلام ده برضو كمان كده على الشحنه السالبه، وشوف هتوصل لايه وهتعرف تعملها ولا لا. ولكن انا عايزك تبص كده على، بعد ما تخلص يعني اجابتك، عايزك تبص على الشكل ده. انا حاطط لك هنا كربون نيتروجين اكسجين وهم متعادلين، كل واحد فيهم بيعمل كام رابطة وعنده كام لون بير. نيتروجين يعمل 3، عنده لون بير واحد، اكسجين عنده يعمل رابطتين وعنده 2 لون بير. يجي بعدهم بقى كربون الموجب او النيتروجين الموجب او الاكسجين الموجب، ده يعمل 3 روابط وما عندوش لون بير، ده يعمل 4 روابط ما عندوش لون بير، الأكسجين يعمل 3 روابط وعنده لون بير واحد.
ادي بقى اللي انا طلبته منك اهو، اللي هو الكربون السالب او النيتروجين السالب او الاكسجين السالب تحت كل واحده بنفس الطريقه. هو كل اللي انت هتعمله انك بقى بدل ما كنت هتنقص الكترون زي ما عملنا هنا، لا انت هنا هتزود الكترون. جميل. ده بقى ياخدنا لموضوع اللي هو التهجين او الهايبريدايزيشن. ايه حكايه التهجين ده وليه بيحصل التهجين ده؟ ده شكل ذرة الكربون وهي في الجراوند ستيت. جميل. طيب لو ذرة الكربون في الجراوند ستيت دي كده كانت بمنظرها الحالي، ده هو ده اللي بتخش بيه التفاعل وتعمل روابط حسب الشرح اللي انا خلصته معاك لحد دلوقتي. مش انا كنت بقول لك تبص على مستويات الطاقة اللي في الالكترونات، اسف، اللي مستوى الطاقة الاخير، وتشوف الاثنين اللي ساكنين مع بعض ده هيبقى لون بير، ودول لوحدهم يبقوا دول يعملوا روابط. طب ما هو بالمنظر ده كده لو الكربون هيدخل التفاعل بالشكل ده كنت هيبقى عنده لون بير واحد ويعمل رابطتين، لكن لا، الكربون في الطبيعي بتاعه اللي احنا عارفينه من اول ما قلنا يا كيمياء خالص ان الكربون بيعمل 4 روابط. طيب ايه اللي حصل؟ والناس قعدت كتير على بال ما تفهم الحكاية دي وتفهم ايه اللي حصل. فرق الطاقة ما بين الـ 2S والـ 2B، ما بين المستوى ده والمستوى ده، فرق الطاقة قليل قوي، فده بيسمح ببروموشن. كلمة بروموشن دي يعني ترقية. يعني ايه بقى ترقية؟ يعني باخد الكترون من دول وبرقيه واسكنه في الأوضة الفاضية اللي هنا دي يا اخي بقى، بدل ما احنا قاعدين متزخنقين مع بعض كده يا سيدي والدنيا زحمة، الله يكرمك سيبني وروح في أوضة فاضية اهي ومش هتطلع كتير، مش هتبذل مجهود. فيقوم بقى هنا الكترون وهنا الكترون. طيب كانوا وصلوا لحد الحته دي كده في العلم وقال لك خلاص ده يبقى الكربون بيعمل 4 روابط اهو، هنا هيبقى فيه سهم لفوق برضه وهنا بقى فيه سهم واحد يبقى يقدر يعمل 4 روابط. لكن لو الكربون دخل التفاعل برضه بالشكل ده اللي هو هنا فيه سهم واحد وهنا فيه سهم واحد، كنت هتلاقي ان فيه 3 روابط ليهم كاركتر وفي رابطة مختلفة عنهم خالص. يعني كنت هتلاقي ان ال3 الكترونات دول بيعملوا 3 روابط وفي رابطة، مش اسف، مش مختلفة عنهم خالص، لا في اختلاف، في ثمة اختلاف بينها وبين الروابط اللي متكونة بال3 الكترونات دول، لان مهما كان برضو ستيل لسه في فرق ولو طفيف في الطاقة ما بين دول ودول. طيب ده اللي خلى نظرية التهجين تفرض نفسها على الساحة. إيه بقى نظرية التهجين دي؟ نظرية التهجين دي كأنك قمت واخد الأوربيتال الإس ده والتلاتة أوربيتال البي دول وقمت ضربهم في الخلاط واعتبرهم كده كأنهم كوبايات عصير. فضربت كوباية عصير إس مع 3 كوبايات عصير بي، هيطلع لك ما قيمته كام كوباية؟ 4. ما هو واحدة إس وتلاتة بي، يطلع لي في الاخر 4 كوبايات. طب وهتسميهم ايه بقى؟ هسميهم مثلا اس ولا هسميهم بي ولا هسميهم ايه؟ لا، هسميهم باللي انا عملته. يعني ايه باللي انت عملته؟ يعني مش انت خدت 1 اس و3 بي، يبقى الاسم المناسب اسمي الاوربيتالات الجديده المهجنه دي اس بي 3. ومن هنا ده التهجين الاس بي 3، وطلع عندي 4 اوربيتالات جداد اهو زي ما حضرتك شايف كده، وال4 اوربيتالات ليهم نفس الانرجي ونفس الكاركتر ويعملوا 4 روابط متماثلين بالظبط واسمهم اس بي 3. طيب الشكل الفراغي بتاعهم بيبقى اسمه تترا هيدرال، الذره دهيا وهي بتعمل روابط زي ما حضرتك شايف كده بيبقى شكلها تترا هيدرال. تعال نشوف صوره اوضح اهو، ده الميثين، جزء الميثين اللي هو ابسط الكين تعرفه ونعرفه احنا كمان، اللي هو فيه ذره كربون واحده واربعه هيدروجنز. تهجين الكربون دي اس بي 3، فال4 روابط دول متماثلين، الشكل بتاعه تترا هيدرال، تمام، والزوايا دي كلها، الزاويه دي قد الزاويه دي قد الزاويه دي قد الزاويه دي، كلهم بيبقوا كام؟ 109.5. يبقى اذا ده اول نوع من التهجين اللي هو الروابط اللي بتنتج عنه كلها بتبقى روابط سيجما والزوايا بتاعته 109.5. وبما اني قلت لك حته رابطه سيجما دي
فمعلش ركز معايا في الحتة دي، ويا ريت تجيب ورقتك وقلمك وتكتب ورايا. أولا، أي رابطة أحادية هي بالضرورة رابطة سيجما، أدي أول معلومة. ثانيا، أي رابطة ثنائية يعني دبل بوند على طول هتكون منهم واحدة سيجما وواحدة باي. طب ثالثا، أي رابطة تريبل بوند اللي هي الرابطة الثلاثية هيبقى منهم واحدة سيجما واثنين باي. يبقى اللي أنا قلته لك ده تكتبه كده عشان تذاكره، ده زي اسمك. جميل قوي. طيب الروابط السيجما هنا في جزيء الميثين اتكونت من ايه؟ اتكونت من اوربيتالات اس بي 3 المهجنه، اتكونت من ال 3 اس بي 3 من ال 4 اسف اس بي 3 هايبريد اوربيتالز. طب ما تيجي بقى نشوف هل في استثناءات للكلام ده ولا لا. في هنا نظريه اسمها فالنس شيل الكترون بير ريبالجن ثيوري، وانا كنت عامل عليها المفروض فيديو قبل كده، ويا ريت تكونوا شفتوا الفيديوهات اللي انا كنت طالب منكم تشوفوها قبل كده، لانها اساسيه والله ما هياش رفاهيه يعني. تعال نشوف العنوان ده كده نترجمه، فالنس شيل يعني مستوى التكافؤ. ايه مستوى التكافؤ؟ يعني مستوى الطاقه الخارجيه يعني. الكترون بير ريبالجن، تنافر الالكترونات، وثيري يعني النظريه. يعني ايه؟ يعني نظريه تنافر الالكترونات في مستوى الطاقه الخارجيه. بيقول ايه يا سيدي بقى؟ بيقول ده جزيء الميثين. شوف انا ما يعني انت لو لاحظت انا ما بقراش ما بحفظش الكلام ده، انا بدخل على طول على الصور، هي اللي بتوضح لي الكلام وهي اللي هتثبت في المخ اسهل. ده جزيء الميثين اهو، الزوايا بتاعته 109.5. طيب جزيء الامونيا اللي فيه نيتروجين ده، لو تفتكر كنا قلنا ان النيتروجين في الحاله المتعادله وهو هنا متعادل بيبقى عنده ايه؟ بيبقى عنده لون بير. طيب اللون بير ده كان تعريفه ايه؟ قلنا ده نون بوندنج الكترونز، زوج حر من الالكترونات. خلي بالك عشان خاطر اسمها لون بير من لونلي. انا بلاقي العيال داخل عليها المكتب تقول لي لونج بير. ايه لونج بير دي يا حبيبي؟ سمعتها فين؟ ده انا عمال اقول لك زوج حر من الالكترونات جاي من لونلي، مش عاملين روابط، تقوم انت جاي في الاخر تقول لي لونج بير؟ حرام عليك الله يكرمك. فهنا اللون بير ده بما انه مش مرتبط فبتلاقيه واخد حيز من الفراغ شويه اكبر من الالكترونات التانيه، لان احنا عارفين ان الرابطه دي اي رابطه في الدنيا عباره عن الكترونين، فالرابطه دي الكترونين والرابطه دي الكترونين والرابطه دي الكترونين، لكن اللون بير ده بتلاقيه مرحرح شويه فيشغل حيز اكبر من الفراغ، فيقوم عامل ايه؟ يقوم عامل تنافر بينه وبين الالكترونات اللي موجوده في الروابط دي كلها، يقوم كانه بينزلهم لتحت سنه بسيطه كده، فيقفل الزوايا دي شويه. بعد ما كانت 109.5 بقت 107.3. طيب جزيء الميه ماله؟ جزيء الميه اكسجين، والاكسجين ده ما عندوش لون بير واحد، عنده اتنين لون بير. الرحرحه زادت شويه تمام، وبالتالي الحيز اللي في الفراغ زاد شويه، فالضغط زاد هنا اكتر، فالزاويه قفلت اكتر بسبب التنافر اللي بيحصل ما بين الالكترونات اللي في مستوى الطاقه الخارجي في الاكسجين، خلى الزاويه قفلت شويه كمان. بعد ما كانت 109.5 في ال 200 اللي هو تيبيكال اس بي 3 هايبريدايزيشن نموذجي يعني، بقت 104.5 في جزيء الميه. طب امال الغلبان اتش 2 اس ده شايف الزاويه بقت كام؟ 92. ايه يا عم الافتراء ده؟ السلفر مشكلته ان الالكترونيجاتيفيتي بتاعته قليله عن الاكسجين بكتير. ايه الالكترونيجاتيفيتي دي؟ اللي هي الالكترون افينيتي. يعني ايه برضو انت بتفسرها لنا بكلمه مش فاهمينها؟ لا، اللي هي قدره الاتوم على جذب الالكترونات. قدره السلفر تعبانه شويه. طيب يحصل ايه؟ الكتروناته دي اللي هي في المستوى الثالث كمان مش في الثاني، ده هنا الاكسجين الالكترونات الخارجيه بتاعته مستوى التكافؤ بتاعه المستوى الثاني، انما السلفر مستوى التكافؤ بتاعه هو المستوى الثالث. فالالكترونات دي مرحرحه اكتر كمان، التحكم فيها اقل كمان من الاكسجين ومن النيتروجين، فشغلين حيز اكبر كمان، فالضغط زاد قوي، فقفله الزاويه زادت كتير قوي عن الاصل بتاعها، وصلت لحد 92 درجه. وده تفسير الكلام ده. طب انا صفحه زي دي
لما اجي اذاكرها هتقعد تحفظ الكلام ده، وانا هقوم جايب لك مثلا جمله زي دي واشيل لك كده الكلمه اللي بالاحمر وبتاع واقول لك خلاص. لا يا حبيبي والله، انت تذاكر الكلام ده وتفهمه، لو بصيت على الصوره دي وفهمت يبقى انت كده تمام، ان شاء الله هتحل اي سؤال في الامتحان. طيب النوع الثاني من التهجين اسمه اس بي 2، ومن خلال خبرتك بقى اس بي 2 ده، تفتكر احنا كنا هنا في الاس بي 2 ده هنهجن ايه؟ بدل ما هاخد ده واحطه هنا واقوم مهجن الواحد اس مع التلاتة بي، لا انا اكيد ههجن ايه؟ ههجن واحد اس مع اتنين بي بس. طيب انا هجنت كده كام اوربيتال؟ تلاتة. عشان يطلع لي كام اوربيتال مهجن؟ تلاتة. هيبقى اسمهم ايه طيب؟ اس بي 2. طب اشمعنى اس بي 2؟ عشان من مصدرهم هم جايين من تزاوج اوربيتال اس مع 2 اوربيتال بي، فطلعوا شايلين اسم الاثنين اس بي 2. طب ومال ايه الغلبان اللي لوحده ده؟ مش هو البي يا ابني اصلا كان 3 اوربيتالات؟ ايوه. طب مش انت هجنت 2 بس، يبقى كده فاضل كام بي اوربيتال سليم ما تهجنش؟ واحد. اهو ده، هو ده بيقولوا عليه نون هايبريدايزد بي اوربيتال. نون هايبريدايزد بي اوربيتال، جميل. طب الذره دي بقى تعمل كام رابطه؟ الذره دي هتعمل 4 روابط عادي جدا. بس استنى، هناك في ال200 الذره عملت 4 روابط، ولكن الاربع روابط كلهم سيجما، انما هنا هي عندها اوربيتالات مهجنه، الاوربيتالات المهجنه هي اللي بتعمل الروابط السيجما، يبقى دي تعمل كام رابطه سيجما؟ تعمل 3 روابط سيجما. لكن الاوربيتال البي السليم اللي ما تهجنش ده هيعمل رابطه باي. طب تعال نشوف. ادي يا سيدي جزيء الايثيلين اللي هو اصغر الكين معروف. طيب ذره الكربون دي كده اهي عامله كام رابطه؟ ادي واحد مع الهيدروجين دي، وادي الثانيه مع الهيدروجين دي، وعامله رابطه ثنائيه. طب هي الثنائيه دي عباره عن ايه؟ ما هم رابطتين. ايوه رابطتين بقى، يبقى منهم كام سيجما وكام باي؟ منهم واحده سيجما وواحده باي. السيجما دي اللي هنا مع السيجما اللي مع الاتش ده مع السيجما اللي مع الاتش ده، هم دول الثلاث روابط السيجما اللي معمولين بالاوربيتالات المهجنه اس بي 2. والرابطه الباي اللي هنا دي اللي عاملها مين؟ اللي عاملها البي اوربيتال السليم اللي ما تهجنش. تمام. طب الشكل الفراغي بتاع المركب ده بيبقى ايه؟ بيبقى اسمه تريجونال بلانر. تريجونال يعني بتبقى حاجه شبه علامه المرسيدس كده، الزوايا بتبقى 120 طبعا، تمام، مش 109 زي الاس بي 3. وبلانر يعني الذرات دي كلها تقدر تبقى في بلين واحد، تقدر تبقى في مستوى واحد. جميل. طيب المال الاس بي هايبريدايزيشن بقى، تفتكر انا هعمل ايه يا سيدي؟ ههجن واحد اس مع واحد بي بس، فبالتالي هيطلع لي اوربيتالين مهجنين اسمهم اس بي، وهيتبقى عندي 2 نون هايبريدايزد بي اوربيتالز. يبقى الذره دي تقدر تعمل روابط انواعها ايه؟ تقدر تعمل ادي هنا سيجما وادي هنا سيجما بالمهجن، المهجن دايما هو اللي بيعمل سيجما، وتقدر بالبي اللي ما تهجنش ده تعمل ايه بقى؟ تعمل رابطتين باي، يعني الذره الاس بي تقدر تعمل رابطتين سيجما ورابطتين باي. هنا الشكل الفراغي بتاع المركب بيبقى لينير، مش بس بلانر زي اللي فات، لا ده لينير يعني على خط واحد زي ما حضرتك شايف كده، الزاويه 180 درجه طبعا. الكربون دي لو انت خدت بالك كده بتبقى عامله رابطه سيجما مع الاتش دي، ورابطه واحده سيجما مع الكربون الثانيه، والاثنين التانيين من التريبل بوند دول بيبقوا الروابط الباي اللي هم معمولين منين؟ اللي معمولين من البي اوربيتال، بيبقى سايد باي سايد اوفرلاب للبي اوربيتال، يعني بيقربوا لبعض كده جنب الجنب كده، ويقوموا عاملين الرابطه اوربيتال من هنا واوربيتال من هنا، ويعملوا الرابطه والروابط دي. طبعا عشان كده بتكون اضعف من السيجما، السيجما بتبقى ايه؟ هيد تو هيد، الاوفرلاب بتاع الاوربيتالات المهجنه بيبقى هيد تو هيد، ولكن البي اوربيتالز بيبقى سايد تو سايد، ولذلك بتكون اضعف من الايه؟ من السيجما. جميل. ده ملخص كده يقارن لي بسرعه بين الثلاث انواع تهجين اس بي 3 اس بي 2 اس بي، الزاويه الاصليه في الاس بي 3 109.5، وشفنا الديفيشنز بتاعتها لحد 92 في الاتش 2 اس، الزاويه في الاس بي 2 120، الاس بي 180، هنا كل ذره تقدر تعمل كام رابطه وانواعهم ايه،
هنا الجيومتري، الجيومتري دي يا جماعه اللي هي الشكل الفراغي اللي هو تتراهيدرال او تريجونال بلانر او لينير، شكل الجزيء الامونيا اسمه تريجونال بيراميدال، شكل الماي اسمه بنت حاجه متنيه كده يعني، والاس بي 2 بيبقى تريجونال بلانر والاس بي بيبقى لينير، وده والاس كاركتر دي بقى اللي هي نسبه الاس في الاوربيتالات المهجنه. يعني ازاي يعني؟ اس بي 3 هم اربع اوربيتالات اتهجنوا منهم واحد اس و3 بي، يعني الربع اس يبقى ال 25%. طب اس بي 2 واحد اس و2 بي، يعني واحد من الثلاثه اس يبقى الثلث او 33 و33%. طب هنا اس بي واحد من الاثنين اس، يبقى هنا الاس كاركتر 50%. بتفرق في الاس كاركتر دي لما نيجي ان شاء الله ناخد الالكترونيكتيفيتي، هتلاقي ان الاس بي الالكترونيكتيفيتي بتاعتها او قدرتها شويه اكتر على جذب الالكترونات من اس بي 2 اكتر كمان من الاس بي 3. جميل. اطبق الكلام ده ازاي بقى؟ انا ممكن يجي لي في الامتحان اي ستراكشر والدكتور معلم لي على اي اتوم في الاستراكشر ده، بيقول لي اعرف التهجين بتاعه. طيب انا هريحك وهقول لك على طريقه مضمونه جدا لتحديد التهجين بتاع اي ذره تتخيل. تعال نشوف كده، انا عندي قاعده وعندي استثناء. تمام، قاعده واستثناء. طيب القاعده بتقول ايه؟ بتقول لي نمبر. على فكره ايه النو دي؟ دي الشكل ده كده اسمه نمبر. يعني ايه نمبر؟ يعني عدد. تمام، عدد الهايبريدايزد اوربيتالز او بين قوسين يعني الاستريك نمبر. بين قوسين، طالما حاجه بين قوسين يعني، يعني او كما يقال عليها برضه، يقال عليها الاستريك نمبر. طيب عدد الهايبريدايزد اوربيتالز ده، معلش ثانيه واحده قبل ما اكمل المعادله، هو ايه عدد الهايبريدايزد اوربيتالز؟ والله العظيم قلناه، ما هو في التهجين الاس بي 3 انا هجنت كام اوربيتال؟ واحد اس مع 3 بي، يعني عدد الهايبريدايز اوربيتالز كام؟ 4. طب وفي الاس بي 2 3، طب وفي الاس بي 2. يعني افهم من كده ان المعادله دي الرقم اللي هيطلع منها هيبقى يا اما ب4 يا اما ب3 يا اما ب2، يعني اس بي 3 او اس بي 2 او اس بي بالظبط كده. طب ايه بقى يساوي ايه؟ يساوي number of attached atoms او connected atoms، يعني ايه؟ كم ذره متصلين بالربط باللي انت بتتكلم عليها دي. خلي بالك انا بقول كم ذره متصلين بيها، مش عامله كم رابطه، في فرق. انا بقول لك كم ذره متصلين بيها مباشره، وهتشوف امثله الوقت توضح، زائد number of lone pairs او عدد اللون بيرز. جميل، هنشوف مثال. فأجل لو انت ما فهمتش الحته دي، هنشوف المثال دلوقتي ونفهم. طيب بس خلي بالك ان القاعده دي مش هي كل حاجه، لا، ده انا في عندي هنا استثناء. الاستثناء ده مهم جدا ويكاد يكون اهم من القاعده. يعني ايه اهم من القاعده؟ يعني انا الاول بشوف الاستثناء ده منطبق ولا مش منطبق. لو منطبق خلاص شكرا، ولا كأنك شفت حاجه فوق. لكن لو مش منطبق بقى، اطلع اطبق الرول وانا مطبق. طب ايه بيقول ايه الاستثناء ده؟ الاستثناء ده بيقول ان لو انا عندي ذرتين متصلين ببعض، وواحده فيهم دي كده عندها لون بير، والذره الثانيه دي تهجينها اس بي 2، وانا عارف ومتاكد بطريقه او اخرى انها اس بي 2، يعني انا عندي الذره دي كده هي دي عليها لون بير، ومتصله بواحده تانية اس بي 2 وانا متاكد ان التانية دي اس بي 2، يبقى على طول دي كمان هتبقى هي كمان ايه؟ هتبقى هي كمان اس بي 2. يبقى الاستثناء بيقول ان لو عندي ايه؟ ان انا لو عندي ذرتين متصلين ببعض، خلي بالك دي مش اكسجين، دي ذره، دي دايره، عشان خاطري والنبي، عشان الاسئله دي بتجيب الضغط، دي دايره، ده مش ذره اكسجين، ده انا كنت راسم دايره كنايه عن ذره، يعني فاهم ازاي؟ فانا عندي ذره دي عندها لون بير او اكتر، وكونكتد بذره تانية اس بي 2، يبقى الاولانيه دي اجباري غصب عني هي كمان لازم تبقى اس بي 2. طيب تعال نشوف كده ونشوف هنعرف نطبق الكلام ده هو ولا لا. بص يا سيدي، خلينا نبدأ بالمثال بتاع الكربون دايوكسيد الجميل ده. ذرة الكربون اللي لونها أحمر دي، أولاً هي عليها لون بير ولا لأ؟
لا ما عليهاش لون بير، الكربون وهو متعادل مش عليه لون بير. جميل، يبقى انا ليا علاقه بالاستثناء؟ لا مش هطبق الاستثناء خالص، اطلع على مين؟ على القاعده. طيب محتاج اجيب عدد الاتاتشد اتوم. هي ذره الكربون دي متصله بكام ذره تانيه؟ اه متصله بوحده اكسجين هنا وواحده اكسجين هنا. اوعى تقول لي اصلها عامله 4 روابط. ايوه يا حبيبي هي عامله 4 روابط، اه بس هي في الاخر متصله بذرتين اتنين بس. يبقى هحط هنا ايه؟ احط هنا 2. طب عليها لون بير؟ لا ما عليهاش لون بير، زيرو. طب يبقى اجمع 2 زائد 0 يساوي كام؟ يساوي 2. انهي تهجين اللي فيه اللي المفروض يطلع نتيجه 2 اللي هو الاس بي؟ لو مش فاهم الحته دي رجع 5 زهق لورا وارجع عيدها تاني. يبقى ذره الكربون دي تهجينها ايه؟ تهجينها اس بي. طيب لو جينا نشوف ذره الاكسجين دي، تعال نطبق على ذره الاكسجين. هي عليها لون بير ولا لا؟ ايوه يا عم، ده الاكسجين وهو متعادل من 3 4 سلايد ولا 5 6 سلايد فاتوا كده عارفين ان الاكسجين المتعادل بيبقى عليه 2 لون بير. تمام؟ لحظه واحده ارجع بعد الاذن. طيب تعال نشوف كده ذره الاكسجين دي بقى نظامها ايه؟ اولا هي عندها لون بير؟ اه عندها لون بير، مش واحد لا 2. ممكن نرجع للسلايد اللي كان فيها الكلام ده. طيب هي عندها 2 لون بير، جميل قوي. طب وكونكتد لكام اتوم؟ كونكتد لاتوم واحده بس. طيب يبقى كونكتد لاتوم واحده زائد 2 لون بير يساوي 3. يبقى الذره دي ايه تهجينها؟ اس بي 2. يبقى ذره الاكسجين دي اس بي 2 وذره الكربون دي اس بي وذره الاكسجين الثانيه اس بي 2. تمام؟ صنعت في الشارع. جميل. طيب ما تيجي نشوف كده بقى حلقة البنزين دي، وخليني أبص على مثلا على ذرة الكربون دي. طبعا أنت المفروض تبقى عارف إن ذرة الكربون دي المفروض إن هي متعادلة، فبالتالي بتعمل 4 روابط. طيب هو ظاهر قدامي منهم هنا واحد أدي 2، ظاهر قدامي رابطتين هنا أهو ورابطة هنا. ما هو اكيد لان هنا في اتش، ولكن بتوع الاورجانيك كيمستري ما بيرسموش الهيدروجنز لاختصار المركب ولجعله اكثر وضوحا. فبالتالي دورك انت ما تنساش ان في هنا هيدروجين علشان ده ما هو محسوب ذره. فبالتالي لو انا جيت بصيت على الكربون دي بقى، هي عامله كام رابطه؟ ركز في السؤال وبعدين رد. هي عامله كام رابطه؟ اه عامله 4، 1 2، ودي الثالثه، وفي هنا الاكسجين الرابعه. طيب لكن كونكتد لكام اتوم بقى؟ تعال نشوف كده، كونكتد للكربون دي، كونكتد للكربون دي، وكونكتد للهيدروجين اللي تحت. دول الذرات اللي هي متصله بيهم مباشره. يبقى بالتالي هي كونكتد ل 3 اتوم وما فيهاش لون بير. 3 زائد 0 يساوي كام؟ يساوي 3. يبقى ذره الكربون دي تهجينها اس بي 2، وكذلك باقي ذرات حلقه البنزين كلهم تهجينهم اس بي 2. عظيم جدا. طيب تعال نشوف كده الكربون دي، هي اولا المفروض يبقى عليها كام هيدروجين؟ والناس بتوع الاورجانيك اختصروهم. بص الكربون دي يا سيدي، هو ظاهر قدامي رابطه هنا ورابطه هنا، والكربون متعادل بيعمل 4 روابط. يبقى المفروض ان انا عندي ايه؟ 2 هيدروجين هنا. طيب يبقى ذره الكربون دي كونكتد لكام اتوم؟ ادي واحده هيدروجين، وادي ثانيه الهيدروجين، وادي الكربون الثالثه اهي، وادي النيتروجين الذره الرابعه. يعني كونكتد لاربعه اتومز وعليها زيرو لون بير، يبقى دي تهجينها اس بي 3. لو جربت دي كمان هتلاقي تهجينها اس بي 3. لحد كده مفيش مشكله. طب ما تيجي نشوف بقى ذره النيتروجين دي. ذره النيتروجين دي هي عندها لون بير ولا لا؟ اه نيتروجين متعادل عليه لون بير، عنده لون بير واحد، المفروض يعمل 3 روابط. جميل. طب عندها لون بير بقى، استعالة، طالما قلنا كلمة لون بير لازم نشوف الاستثناء منطبق ولا لا. هل ذرة النيتروجين دي كونكتد لأي ذرة اس بي 2 اتوم؟ لا ده احنا لسه قايلين دلوقتي ان دي اس بي 3 ودي كمان اس بي 3. يبقى اذا ذرة النيتروجين دي اه عليها لون بير لكن مش كونكتد لاس بي 2 اتوم. وبالتالي يبقى اذا الاستثناء هنا مش منطبق، يبقى اطلع للقاعدة. طب ذرة النيتروجين كونكتد لكام اتوم؟ ادي الكربون وادي الكربون الثانيه وادي الهيدروجين، 3 اتوم. طب وعليها كام لون بير؟ ما انت لسه قايل لي عليها واحد. يبقى 3 زائد 1 يساوي كام؟ يساوي 4. طيب هنا بقى ذره النيتروجين دي، لا
بص، الكربون دي والكربون دي والكربون دي والكربون دي شبه بتوع حلقة البنزين بالظبط اللي احنا طلعناهم اس بي 2. يعني اذا الذرة دي كده اس بي 2، والذرة دي كده اس بي 2، ودي كمان ودي كمان. يبقى لما نيجي نتكلم على النيتروجين دي بقى، النيتروجين دي عليها لون بير؟ اه متعادلة، يبقى عليها لون بير واحد. طب استنى، ده احنا لازم نشوف الاستثناء منطبق ولا لا. عليها لون بير وكونكتد لاس بي 2 اتوم. ايوه يا سيدي، ما هي دي اس بي 2 ودي اس بي 2، انت لسه محددهم لي اهو. يبقى وانا مغمض على طول ذره النيتروجين دي تهجينها ايه؟ تهجينها هي كمان اس بي 2. طيب هنا في كربون موجب وكربون سالب. هو من الاخر الكربون الموجب بيعمل ثلاث روابط والكربون السالب بيعمل ثلاث روابط. الاختلاف الوحيد فقط ان الكربون السالب ثلاث روابط لكن عليها لون بير، انما الكربون الموجب ثلاث روابط بس ومش عليها لون بير. طب يبقى دي عليها كام اتش ناقصه ما اترسمتش؟ عليها واحده. ودي عليها كام اتش ناقصه ما اترسمتش؟ واحده. يعني دي كونكتد لكام اتوم؟ ثلاثه، وعليها لون بير واحد، يعني تهجينها 3 زائد 1 4 اس بي 3. لكن دي اتش اهي وكونكتد لدي ودي كمان معاها، يعني كونكتد لثلاثه اتوم وزيرو لون بير، يبقى 3 زائد 0 ب 3، يعني تهجينها اس بي 2. يعني الكربون الموجب دي تهجينها اس بي 2 لكن اختها التوأم، بس توأم مش متماثل، يعني الكربون السالب دي تهجينها ايه؟ تهجينها اس بي 3. طبعا يعني ده تذكره تانية، السنجل بوند بتبقى رابطه سيجما واحده، دبل بوند بتبقى رابطه سيجما ورابطه دا ورابطه باي، التريبل بوند بتبقى واحده سيجما واثنين باي، السيجما بوند بتبقى هيد تو هيد اوفرلاب، لكن الباي بوند سايد تو سايد اوفرلاب. دي بيبقى فيه فري روتيشن، دي ما فيهاش فري روتيشن. خلاص مقارنه وفهمناها وعرفناها. ده بقى سيدي بالنسبه للايه؟ بالنسبه للاستراكشر اللي هو بتاع الاساينمنت. وعايز الفت نظرك يعني لحاجه اللي هي طريقه البوند لاين دي، لو انت لسه مش فاهمها لحد دلوقتي. يعني هنا كربون وهنا كربون وهنا كربون، لو تلاحظ كده كل خط من دول اوله كربون واخره كربون ما لم يذكر غير ذلك. يعني ايه؟ في هنا اهو رابطه ثلاثيه، ما يبقى في هنا ذره بس ما هو ما كتبهاش. ايوه طالما ما كتبتش يبقى هي كربون، بدليل ان هنا اهي قال ان دي نيتروجين، لان لو كان سابها ما كتبش لان دي كنت فهمت على طول ان هنا في ايه كمان؟ كربون. طب وايه دي وايه دي؟ دي كده معناها ان السبستيوشن ده خارج بره الشاشه كده وجاي لك، يعني ده في الفراغ بس، شكل السبستيوشن في الفراغ، يعني كان مجموعه الميثايل دي جايه ناحيتك كده. والتان الداش ده التان دي بيقولوا عليها ويدجت، انما دي داش دي بتبقى كانها ورا الشاشه، يعني بيهايند بلين يعني. بس عايزك تاخد بالك ان مثلا مركب زي ده لما اجي اقول لك فين الكربونات اللي فيه، اهو اللي عليهم الاخضر دول كلهم كاربونز. مرن نفسك كده عشان تعرف انت فاهم الحكايه دي ولا لا. كل ذره ما تحددش حاجه تانية، يعني دي قال لي انها كلور خلاص خلصنا، دي تقال لي نيتروجين تمام، دي نيتروجين تمام، دي كربون تمام، الباقي كله كربونات اللي عليهم الدوائر الخضراء دي. طب اقدر اعرف كل واحده منهم عليها كام اتش؟ ايوه يا سيد، يعني هنا دي مثلا هي المفروض كربون متعادل، يبقى المفروض بيعمل اربع روابط. طب انا ظاهر قدامي منهم ادي واحد اتنين ودي ثلاثة، يعني ثلاث خطوط. يعني ما هو الرابطة الثنائية دي ما هي رابطتين أصلا، ما أنا لسه بفهمك إنها واحدة سيجما واحدة باي. ماشي، يبقى إذا دي كده عليها كام اتش ناقص؟ عليها اتش واحد. طب تعالى نتأكد أهو فعلا، ودي كمان، وهكذا. فتبدأ تستخدم ده كده للتدريب، أنت بتعرف تترجم ولا لأ. طب لما يجيب لي الأسئلة دي بقى، هنا بيقول لي مثال على اس بي 2 كربون اتوم. فاكر الكربون دي شبه مين؟ دي كده شبه الكربون دايوكسيد، عامله رابطتين باي. لو جيت تشوف هي كونكتد لتو اتومز وما عليهاش لون بير، يعني 2 زائد 0 ب 2، يبقى دي تهجينها اس بي 2. انما دي اس آه انا اسف جدا، دي تهجينها اس بي شبه الكربون دايوكسيد، انما دي لو جيت تحسبها بالرول اس بي 2 ودي كمان اس بي 2. كربون الموجبه اس بي 2 ودي اس بي 2 ودي اس بي 2. هنا دي اس بي 3 وهنا الكربون بتاعت الميثايل دي اس بي 3 والكربون بتاعت الميثايل دي اس بي 3. دي عاديه جدا اس بي 3. طب والكربون دي اس بي والنيتروجين اس بي برضه. طيب بيقول لي ذا شورتست كيميكال بوند، اقصر رابطه دايما يا جماعه بتبقى هي الرابطه الثلاثيه. اقصر رابطه هي الثلاثيه، يليها الرابطه الثنائيه يليها الاحاديه. تريبل بوند از شورتر ذان دبل بوند اند دبل بوند از شورتر ذان سنجل بوند. فهنا اصغر اقصر رابطه هتبقى فين؟ بين واحد واثنين.
الهايبريدايزيشن بتاع ال N1 قلنا اس بي 1. طب والالكترونيك كونفيجريشن بتاع النيتروجين في الجراوند ستيت، النيتروجين يعني وهي مش عامله روابط، اللي هو ارجع للسلايد الثانيه ولا الثالثه في المحاضره، كان فيها كربون والنيتروجين والاكسجين تحت بعض، هو ده التوزيع الالكتروني اللي هو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3، ده كده التوزيع الالكتروني بتاع النيتروجين. طب الزاويه 8 9 10، لما يجي يسالني على 8 9 10 ببص على راس الزاويه اللي هي في النص دي، تهجينها نوعه ايه وبناء عليه احدد. لو تهجينها اس بي 3 يبقى الزاويه 109 ونص، لو تهجينها اس بي 2 يبقى الزاويه 120، لو تهجينها اس بي يبقى الزاويه 180. طيب سي 9 هنا تهجينها اس بي يبقى الزاويه هنا 180، اكتب هنا 180. طب الزاويه سي 3 4 5 فين يا سيدي؟ 3 4 5 يبقى بيسالني على ايه؟ على 4. طب 4 دي تهجينها ايه؟ قلناها اس بي 3، يبقى الزاويه هنا كام؟ 109 ونص. وده يا سيدي كل حاجه عن المحاضره الاولى، وكمان الاساينمنت اللي ما كانش عارف يحله وقاعد ينقله. حرام عليكم، بدل ما تنقل افهم، وحاول اللي ما تفهموش تعالى لي وانا اشرحه لك تاني وتالت ورابع لحد ما نفهم. وربنا معاكم يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا.